يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من صرف معنى لا إله إلا الله إلى توحيد الربوبية والحاكمية يعد ممن يكون كفار قريش أفهم منه؟ بلا شك كفار قريش فهموها في توحيد الألوهية، وهو فهمها في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية موجود، موجود في الأمم، لم ينكره إلا النوادر الذين يتظاهرون بالإنكار، وإلا في قرارة نفوسهم يعلمون أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الكون إلا الله. فتوحيد الربوبية فطري، فطري لا أحد ينكره، ولو كان يكفي لما احتجنا إلى بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل رسول يقول لقومه يا قومي اعبدوا الله، والله جل وعلا يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما قال قروا بالربوبية، ما قال قروا بالربوبية، لأن هذا موجود ولأنه لا يكفي. نعم.